السلام عليكم، أهلا بكم. وخبر مؤسف وخبر حزين، تم القبض على آخر 2 من الأسرى الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي. طبعا كان تم الأسبوع الماضي القبض على الأربعة، واليوم تم القبض على آخر 2 من الستة اللي حفروا النفق وعملوا المعجزة وهربوا من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة. طبعا أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال السجينين الأخيرين من بين السجناء الستة الذين شاركوا في عملية الهروب من سجن جلبوع الشديد الحراسة منذ أسبوعين، وأوضحوا أن السجينين أيهم كمامجي ومناضل نفيعات، وهم الاثنين عناصر من تنظيم الجهاد الإسلامي، أعيد اعتقالهم بعدما حوصروا في منزل في مدينة جنين في الضفة الغربية. طبعا وقررت سلطات الاحتلال قررت طبعا عمل ليهم محاكمة عاجلة. طبعا قامت قوات من القوات الشباك الإسرائيلي والقوات الخاصة وقوات حرس الحدود طبعا بتتبعهم لها أكثر من أسبوعين، وطبعا عمليات تجسس وأجهزة تنصت، وكانوا محاصرين تقريبا المنطقة دي. وبالفعل قامت القوات بمهاجمة المنزل وتم القبض عليهم وهم على قيد الحياة وبدون طبعا اي مقاومة خالص منهم. تقريبا كده ان هم كانوا عارفين مكانهم كويس جدا ومرتبين للموضوع، وطبعا كانوا جايبين قوات خاصة ومجنزرات ومدرعات، وطبعا هم ممكن علشان البيت اللي هم فيه والاسر اللي هم فيها زي ما انتم شايفين دي القوات اللي كانت بتقبض عليهم. طبعا مكان سكني وهم كانوا يعني في بيت اكيد يعني يوجد بيه اطفال ونساء، فما قوموش خالص ويتم القبض عليهم. يعني ربنا يكون في عونهم وربنا يصبرهم، وان شاء الله ربنا يفك اسرهم قريبا. طبعا عمل وعمل بطولي يستحق الثناء عليهم، وعمل مستحيل، وسوف يذكر لهم التاريخ هذا العمل يعني الشجاع. وعاشت فلسطين حرة أبية، وفك اسرهم واسر كل الأسيرين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.